سنة 2017 حتكون سنة التغيير، حتكون سنة الإنجازات، حننجز إنجاز وراء إنجاز، ناخذها واحد بوم اللي بعده بوم. علشان تنجز أنت لازم تواجه الأشياء اللي تخوفك وتتخطى الأشياء اللي تخوفك، واحد ورا الثاني. يعني مثلا إذا كنت ما تقدر تنزل نزلة كاملة في السكوات، هذا واحد من المخاوف، حاول تكسر هذا الخوف هذه السنة. إذا كان أحد مخاوفك أنك تترخل إذا نقص وزنك، واجه هذا الخوف وامشي الرحلة للأخير ولا تخاف حتى من التراخل هذا. بالنسبة لي أحد أكبر مخاوفي اللي هو الدراسة صراحة، يعني أنا ما تخرجت من البكالوريوس إلى حد الآن، ودرست أكثر من جامعة، درست صيدلة، درست هندسة، درست إدارة أعمال، كلها ما خلصتها، وذا الشيء مرعبني. ولأن هذا الشيء دائما مرعبني، أنا قررت أني أواجهه وأتحداه هذه السنة، وقررت أني أدرس بكالوريوس في شيء أنا أحبه. فقلت بستغل الوقت اللي بكون هنا أنا فيه في الكويت، وأحاول أدرس حاجة في مجال الرياضة، على الأقل شيء أنا أحبه وشيء أنا أقدر أنجز فيه. وبصراحة يعني حسيت هذه الرحلة كل يوم قاعد أضيف لي شيء، وقاعد تخليني أواجه المخاوف اللي أنا أخاف منها واحد ورا الثاني. أول ما جيت هنا أنا كنت خايف أني ما أقدر أرجع لمستواي السابق، والحمد لله تواجهت هذا الخوف وصرت أقدر أتمرن ومركز في تمريني جدا. وبرضه أول ما جيت هنا كان عندي مخاوف من الوضع المادي، لأني حصلت لي سرقة في بداية السنة ومشاكل اقتصادية وتدهور وضعي، والحمد لله واجهت هذا المخاوف. خلاصة الموضوع، سنة 2017 شوف لك شيء أنت تخاف منه وتحداه وواجهه، واجه هذا الخوف سوي بوم تغلب عليه. صدقني خلف المخاوف هذه اللي انت خايف منها هتلاقي كنز عظيم، حط هذا في بالك.